sonnet, libère soit sa diversité. Chopin. هو صراحة الجدل تيدفع بالمتفرجين انهم يمشيو يشوفوا الفيلم ولكن الجدل خصو يكون في بلاصته ما يمكنش يعني ماشي غير الجدل هو اهم حاجة اللي غادي تخلي هاد المتفرجين يمشيو يتفرجوا في واحد الفيلم خصوصا ان المغاربة حنا عارفين خوتنا وما يعني كيعرفوا بزاف ديال الحوايج ما خصناش نقولوا انهم يعني ما عارفينش ولا خصنا نوريهم شي حاجات في الافلام ولا كاين بزاف ديال الافلام اللي كيبانوا فيهم شي حوايج اللي حنا ديجا عارفينهم ما كاينلاش تبينهم ليا في الافلام هذاك تيتسمى جدل خاوي ما الجدل اللي هو في بلاصته اللي تيحترم يعني الثقافة وتيحترم الدين وتيحترم الأصول ديال البلاد ما عنديش مشكل معاه ما عنديش مشكل معاه مي غير هو ما يكونش يعني شي حاجة اللي هي ضد الثقافة ديالي ولا ضد الدين ولا ضد شي حاجة اللي غادي تمشي في عكس التيار ديال يعني الثقافة كمغربي ما غاديش نقدر انا نتلعب مثلا ولا نخدم فيها دونك تيبقى يعني واحد لو ديليم اننا خصنا نديروا افلام اللي هما يكونوا في المستوى وفي نفس الوقت اللي يخليو ان المتفرجين يجيو يشوفوهم ولكن بكوننا في نفس الوقت اننا كنحترموا واحد لا ليميت واحد الخط احمر ما نمشيوش ما نفوتوش اللي هو كيتعلق بينا وكيتعلق بالثقافة ديالنا وكما قلت لك الأصول ديالنا والدين ديالنا هذا هو اللي كاين ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس